السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا ألف خير ورجعتكم أنششكم مقطع جديد. قبل مقطع شباب لازعمونا شكرا صلوا على النبي، بعد لازعمونا من خلاطة زر الاشتراك لك المقطع وفعل الجرس كمان، لا تنسوا استخدموا كود اتم شوف شيشة الضارة أمامكم. فنبلش على طول. وعنا تحدي يا شباب من تحديات روين اللي هو بحكي لك أكمل مواجهة في العالم الموازي. كذلك تكمل مواجهة في العالم الموازي بكون التحدي الخامس من تحديات تورين، تمام؟ عالم الموازي اللي هو هذا، هو هذا عبارة عن شق في العالم الموازي عليك انك تنزل عليه، بيكون عبارة عن دوائر باللون البنفسجي. هسه بالنسبة للمواقع يا شباب مش ثابتة، يعني كل خريطة بس او كل جيم قصدي بتختلف المواقع، تمام؟ تمام. بعد ما تفوت على هاي الخريطة او تفوت تنزل الجيم بتروح عليها، اول شيء تروح تجمع اسلحة مثل ما رحت انا عملت، انا وقفت المقطع يعني، تروح تجمع الاسلحة بعدين ترجع. بعد ما ترجع كل اللي عليك تروح ظلك تطلق على الزومبي اللي داخل هذا الشق في العالم الموازي. في عندك فوق اذا انتبهت في عندك خط لونه برتقالي، هذا بس تجمعه كامل انت هيك بتنهي المواجهه. هسه اشككوا علم كمان بالنسبه لهذا الشق له وقت محدد، فلك تكونوا سريعين في القتل. هسه يطلع هسه افرجيكم، راح يصير يعد عندي هسه هون، راح افرجيكم. اذا ما خلصتوا قبل هذا الوقت مش راح ينحسب لك التحدي، فلازم تخلص هذا الخط قبل ما ينتهي الوقت. طلع شفت 10 9 8 في وقت، لو ما خلصت قبل 5 ثواني ما يخلص ما بنحسب هذا التحدي. بس شباب هذا كان عندنا تحدي تورين، بس حبيت افرجيكم كيف او وين تنزلوا على الشق وتخلصوا هذا التحدي. وهيك يا شباب بكون خلص عندنا هذا التحدي لليوم. لا تزعمونا من خلاص على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.